بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة للحضرة المحمدية والعزمات الشرقية وكافة ما شملته النبوة والرسالة والصديقية والغوثية والفردية والقطبية وسائر أهل المحبة والمحبوبية من صالح البرية والصالحات من كل حورية بهية والآل والأنصار والأصحاب ومن تبعهم بإحسان وصدق النية والأزواج الطاهرات خصوصا خديجة الرضية وفاطمة المرضية وأهل بيعة الرضوان والبدرية وسائر ساداتنا العلوية وساكن الأودية الحضرمية وشعابها وواديها الوطية وأهل التراب المكية والمدنية والقدسية والشامية والمصرية والبصرية والغربية والشرقية والعراقية والحجازية واليمنية والهندية والسندية والجاوية وسائر الذاكرين الله بألسن العربية والعجمية أن الله يبلغنا بجاههم الأمنية ويدفع عنا البلية ويعاملنا بألطافه الخفية ويجعل لنا كل حاجة مقضية ويسلك بنا سبيل الاستقامة على الطريقة المحمدية والسيرة العلوية ويعمر هذه الجهاد المذكورة بالعدل والعلم والصلاح والنور والهدى ويجعلها آمنة رخية ويرزقنا التوبة الخالصة الصادقة والهداية والمغفرة والرضا والتحقق بحقائق الإيمان والإيقان وجميع العلوم اللدنية والأسرار الإلهية والمواريث المحمدية والمعارف الحقانية وكمال النيابة والخلافة عن الله وعن رسوله وعن علماء الأئمة المحمدية والسادة الصوفية والفقراء أهل المظاهر النبوية والحضرة المعنوية أهل المحبة لله رسوله وأهل بيته بحسن العقائد السنية وعلى هذه النيات وحسن الخاتمة في أحوال مرضية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أزواجه وأهل بيته وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى نبي الله تعالى أبي العباس بلية بن ملكان الخضير عليه السلام وخصوصا إلى حضرة صاحبها القطب الرباني والغوث الصمداني سلطان الأولياء سيدنا الشيعي محمد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه ونفعنا به. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. وخصوصا إلى حضرة الحبيب قاسم بن أحمد بارون وإلى حضرة والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا وخصوصا إلى روحي حبيب جعفر وحبيب عبد الله الهدوان والشيخ ميمون زبير والشيخ معروف أسناوي والشيخ معروف إرشاد والشيخ شعراني أحمدي والشيخ علي معصوم والشيخ منور والشيخ هسام وأصولهم وفروعهم بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. اللهم إنا نوينا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك ومحبة فيه ورجاء لرضاك ورضاه وشفاعته في الدين والدنيا والآخرة، فتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. فإنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والعلماء والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين، على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمؤمنين بما قال الله العظيم، وبشر المؤمنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للذاكرين، فاذكروني أذكركم، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للعاملين بما قال الله العظيم، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للأوابين بما قال الله العظيم، فإنه كان للأوابين غفورا، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للتوابين بما قال الله العظيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخلصين بما قال الله العظيم، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، مخلصين له الدين. الصلاة والسلام السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين ب
بما قال الله العظيم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخاشعين بما قال الله العظيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. ثم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخائفين بما قال الله العظيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتقين بما قال الله العظيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخبتين بما قال الله العظيم. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم
محمد البشير المبشر للكاظمين بما قال الله العظيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمحسنين بما قال الله العظيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله ثم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتصدقين وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله يجزي المتصدقين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للموفقين بما قال الله العظيم ومما رزقناهم ينفقون وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للشاكرين بما قال الله العظيم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للسائلين بما قال الله العظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعن أدعوني أستجب لكم Qadir al-Jilani wa bi hurmati sahibi Ihya Ulumuddin Imam Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Fatiha A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصالحين، بما قال الله العظيم: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين، بما قال الله العظيم: يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمبشرين، بما قال الله العظيم: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم يا رسول الله. اللهم صل
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shalatan tuballighuna bihal matalib wal maqasid wa tamna'u anna syarra kulli aduwin hasid. Barik lana fi hayatina, fi umurina, fi arzaqina, fi ahlina, fi auladina, fi amalina, fi ta'atina, fi arzaqina, fi jami'i ma an'amta 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al salatana wa salamana 'ala nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam nuran baina aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina min fawqina min tahtina fi hayatina fi mautina fi quburina wa hashrina wa nashrina wa dhillan yawmal qiyamati ala ru'usina wa saqqil bihima mawazina hasanatina wa atim barakatihima alayna hatta nalqa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nahnu aminun mutmainun farihun mustabshirun wa la tufarriq bainana bainahu hatta tudkhilana mudkhalah wa ta'wiyana ila jiwarihil karim alladhina an'amta alaihim minan nabiyina wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kama amanna bihi falam naruhu famatzi'na fid daraini bi ru'yatih wa amitsna ala hubbihi wa hubbi alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa hsyurna yawmal faza'il akbari minal aminina fi zumratihi waj'alna min ahli syafa'atihi ma'al afwi wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ij'al dhalika kullahu lana wa liwalidina wa ahlina wa auladina wa limasyaikhina wa talamidina wa muallimina wa muta'allimina wa dhawi arhamina dhawil huquqi alaina wa ahbabina wa muhibbina wa man ahsana ilaina man hadat bi syafaqat qulubina wa jami'il muslimin. Allahumma bi jahi nabiyikal mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar wa ulama'ika waliyaikal abrar la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la dhullan illa hadaita wa la faqiran illa aghnaita wa la du'ifan illa quwwaita wa la dhalilan illa 'azzasta wa la maridan illa shafaita wa la shahiba hajatin min hawa'ijid din wa dunya wal akhirah yasarta. Allahumma bi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahir qulubana min kulli wasfin yub'iduna an mushahadatika wa mahabbatik wa amitsna ala alkitabi wa sunnati wal jama'ah wa kalimati syahada wa ala tahqiqiha wa syauqi ila liqa'ika ya dhal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin bi asraril fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.